التنوع الجمالي للسلطنة ودفعاً للسياحة الداخلية والخارجية، يأتي إضافة 1500 غرفة فندقية خلال الخمس سنوات القادمة. جاء ذلك خلال التوقيع على إنشاء 4 فنادق من سلسلة فنادق روتانا في كل من مسقط وصلالة وصحار. اليوم نشهد توقيع اتفاقية إدارة لأربع فنادق، فندقين في مسقط، فندق في صلالة، فندق في صحار. مجموع الغرف الفندقية فيها 1500 غرفة فندقية. اليوم في السلطنة تحت الإنشاء 23 فندق، من هذه 23 4 نجوم و5 نجوم 16 فندق في مسقط فقط، وتقريبا 4 في صلالة من غير هذه الفنادق. صناعة السياحة تمضي بوتيرة متسارعة، فالغرف الفندقية ستكون من الفئة 3 و4 و5 نجوم لتمنح النزلاء خيارات متعددة. أما التكلفة الإجمالية تقدر بأكثر من 90 مليون ريال عماني. نحن في عمان يعني عندنا نقص، عندنا شح لا زال في الفندقة، وما في منافسة الحمد لله. بلدنا يعني تسع يعني كل المستثمرين في المجال السياحي، والحكومة الحمد لله مشكورة مشجعة لهذا الأمر، ولهذا قدمنا على هذا الأمر. ونعتقد أنفسنا أنه السلطنة يعني لا زال الحاجة فيها ماسة لهذه الاستثمارات. بوصلة السياحة تتجه في مسارها الصحيح، في انتظار أن يساهم القطاع السياحي بنسبة 7% في الدخل القومي مع حلول العام 2020 كما هو مخطط له. المؤشرات السياحية توضح أن هناك تطوراً ملموساً على أرض الواقع في ظل تركيز الحكومة على هذا القطاع من خلال وضع الاستراتيجيات لتقليل الاعتماد على الذهب الأسود. فارس بن جمعة الوهيبي، مسقط.